أخدت حضرتك بالك من لفظ كتيبة أو كتبتين؟ كتيبة يعني مصطلح عسكري، لا يوجد في الإعلام ما يسمى بكتيبة، ولا في الطب ولا في الاقتصاد. كتيبة ده مصطلح يخص العسكر فقط. بس الراجل قال لك كتيبة أو كتبتين، لفظ كتيبة ده لفظ عسكري مش لفظ إعلامي. ورغم ذلك، ورغم تكوين السيسي الكتايب إعلامية، إلا أنه جاء في وقته وشاف أن الكتايب دي مش شغالة كويس، مكانها مش السوشيال ميديا والفضائيات، الكتيبة دي مكانها الجبهة، إنما هو الراجل حطها في الداخل. عارف ليه؟ لأن السيسي شايف أن العدو هو وعي المصريين، شايف أن العدو هو التنوير مش اللي على الحدود. العدو مش على الحدود، السيسي شايف العدو داخلي، عشان كده عمل كتايب داخلية تتوجه للداخل ويتم تسليحها والصرف عليها. هو اللي قال علشان تحارب أي فكر فيه وعي، أي فكر فيه تنوير. وده يفسر لك ليه السيسي عادي جدا يشوف معبر رفح بيتهدم ونتنياهو قاعد قدام المعبر حاط رجل على رجل، لكن ما نطقش بكلمة، مفيش مقال، مفيش أي حاجة، مفيش عمل فني، بقى كله تحت سيطرة الكتايب. وبعد كل ده برضه ما كانش عاجب السيسي، وكان السيسي بيشتغل بنفسه رئيس تحرير، لأن الكتايب ما كانتش شغالة، هو القائد يا بيه. قال لي بقى اسمع، يعني أحد بالإعلامي بيقول الرئيس قاعد مع شركة السيمنز وسايب اسكندرية، حاجة صعبة قوي، ما يصحش كده، ما يصحش كده، احنا بنتجاوز كل حاجة. ايه ده؟ ما يصحش كده. يقول لك الرئيس سايب اسكندرية وقاعد، ايه الشغل ده؟ والله الأمر ده لا يليق، والله هذا الأمر لا يليق يا جماعة، ما يصحش نعمل كده ببعض. انتوا بتعذبوني ولا بتوفي هنا ولا ايه؟ ما يصحش كده، في قواعد، لأن ده القائد، والكتايب لازم تشتغل وتحترم القائد حتى لو غلط. وفي الجيش قالوا لنا زمان نفذ الأوامر وتظلم، بس الأول نفذ، اوعى تكسر أمر القائد. وحتى الكتاب لما اشتغلت السيسي برضو مضطر يمد إيده في الشغل لأنه القائد، فقال لهم على الوصفة اللي ممكن تنجح اللي هي دي. طب ما تجيبوا الكلام ده وتطلعوا لتألف جرايد المناوئة واللي اتقال في الاعلام المناوئ واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي واتكلموا عليه، وقولوا ده مثال حي لازاي هم عايزين ياثروا عليكم. اللي بيدافع عنه يجيب اللي اتقال علينا وتحطه قدام مننا على التلفزيون هنا نشوفه او على الشاشه هنا نشوفه. هاتوا اللي قالوه كله وطلعوه وضحكونا على اللي قالوه. الراجل بيشتغل بنفسه، القائد لازم يشتغل بنفسه. ركز كويس قوي مع مصطلح كتايب إعلامية. وطبعا مع كل المشوار ده كان والتسليح ده، كانت المخابرات شغالة بالشركات من إعلام المصريين إلى إيجيبت كابيتال، مرورا بالمجلس الأعلى للإعلام والصحافة، وصولا بقى للمتحدة، فخر التسليح الإعلامي المتحدة. في كارثة وفي فساد وفي إهدار مال عام، بس ده عشان تسليح، احنا في حالة حرب، احنا عندنا عدو داخلي. اسرائيل مش مشكله، حدودنا مع ليبيا مش قضيه، السودان فيها مشكله، مش جنودنا في السودان اتسحلوا وناموا على بطنهم، دي مش مشكلتي، مشكلتي العدو الداخلي، وده اللي بتواجهه صاعقه الاعلام، الشركه المتحده اللي هي دي، المؤسسات التابعه للشركه المتحده للخدمات، اليوم السابع، الوطن، الدستور، الاسبوع، مبتدا، اموال الغد، دوت مصر، ايجيبت داي، بيزنس داي، فيديو 7، محطات الراديو، راديو 99 ميجا اف ام 92.7، مش عارف نجوم اف ام كذا، شعبي اف ام، راديو هيتس، شركه راديو النيل، شركات تسويق حقوق رياضيه وتطوير الاستعدادات اللي هي برزنتيشن دي اللي بتبيع لك التذاكر. خش على قناة التلفزيون بقى، دي ام سي، دي ام سي دراما، الحياة، الحياة دراما، سي بي سي، سي بي سي دراما، اكسترا نيوز، اون دراما،
اون تايم سبورت، اون تايم سبورت 2، مصر قران كريم، قناه الناس، تطوير القناه الاولى في التلفزيون المصري، التطبيقات واتشات، شركه انتاج وتوزيع سينمائي بقى، الشركات بقى سينرجي، سينرجي فيلم، ميديا هاب، شركه اعلانات بقى برضو سينرجي، شركات اخرى خد عندك بقى معلم تذكرتي وتطبيق زاجل كل حاجه. على فكره القنوات دي كانت ملك ناس، ده في المحور، هما ما جابوش المحور، تم السيطره عليها برضو، هما نسيوا المحور لان ده قديم تقريبا، ده كانت جرايد تبع ناس اتاخدت، دي كانت قنوات تبع رجال اعمال اتاخدت، دي كانت شركات سينرجي دي انا اشتغلت لها زمان جدا جدا ايام ما كانت شارع احمد عرابي في المهندسين، بقت معاهم الشركات دي كلها، مهمتها نسف العقول، تدمير الوعي. ادي الجراف اهو بتاع خطوات السيسي لنسف العقول. في 2013 السيسي يغلق عدد من القنوات والمواقع الاخباريه عقب الانقلاب العسكري، والسيسي بيتحدث في ندوه للضباط عن تاسيس اذرع اعلاميه للتحكم في الاعلام. في 2014 تسريب لعباس كامل يرصد قائمه من المذيعين منهم مريم عيسى عشان يوجهوا خطاب اعلامي للشعب. السيسي بيعتبر ان عبد الناصر محظوظ باعلامه في ضوء انتقاده لاداء اعلام النظام. في 2015 انشاء شركه اعلام المصريين برئاسه احمد ابو هشيمه، ودي كانت واجهه المخابرات وكانت شغاله كويس. في 2016 انشاء الهيئه الوطنيه للاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه للسيطره على المحتوى الاعلامي. في 2017 السيسي بيتحدث عن انشاء كاتبتين، ركز على كلمه كاتبتين الله يخليك، على السوشيال للتحكم في المحتوى الاعلامي، وانشاء مركز الاعلام الوطني للقوات المسلحه كتطبيق عملي لكتائب السوشيال، استحواذ شركه ايجل كابيتال على اعلام المصريين كواجهه جديده للمخابرات. ف 2019 متحد الاعلام تصبح الواجهه الجديده للمخابرات للسيطره على الاعلام. وطبعا شفنا المذيعه المسكينه اللي قالت لك تم من جهاز سامسونج. ف 2021 متحد الاعلام تقف وراء اقاله اسامه هيكل وزير الاعلام بعد انتقاده المناخ الاعلامي. هيكلة المتحدة بعد خسائرها وإهدار مال عام بقيمة 50 مليون دولار بيصرف. في 2022 خسائر ضخمة المتحدة بعد فشل إطلاق دي ام سي الإخبارية اللي وقعت يعني. في 2023 جابوا بقى أحمد الطهري عشان يعمل مشروع القاهرة الإخبارية، وده تكلف ملايين الملايين وفشل. وزير المالية بيقول إن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغت 12 مليار جنيه. في 2024 المتحدة تحذف مشاهد تنتقد النظام من مسرحية لمحمد صبحي وتقود هجوما ضده. اهو